الى حد الان حنا ما عملنا جلسنا في شي طاوله مع الحكومه ديالنا ولا مع الوزاره باش تناقش معنا شنو هما مشاكلنا. هما بالنسبه لي لهم كل طالب مجرد النيميرو واسم في ديك المنصه اللي داروا، الوغ كو راه كل طالب عنده مشاكل وكل جامعه عندها مشاكلها وكل تخصص عنده مشاكله. دونك حنا من 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 ديما تناديو بالحكامه التشاركيه، بمعنى انه نتشاركوا حتى حنا في هذه الحلول، لان خصنا يتوخد بعين الاعتبار مشاكل ولادنا. راه ايزون بوكو دو بروبليم، بزاف منهم الاوراق ديالهم، منهم البروغرامات، منهم بزاف الحاجات، وحنا حتى واحد ما عيطنا، حتى واحد ما جلس معنا، ما ناقش معنا شنو هما مشاكل ولادنا. لان هاد الا ما تاخذوش هاد المشاكل غادي يكونوا الحلول حتى من بعد نديروا عاد نقولوا علاش داروا لنا هاد الحل ما خداوش بعين الاعتبار. اللي من هنا تنطلبوا حوار جاد يكون مع ممثلين ديال هاد الشرائح كامله، ونبلغوا لهم المشاكل اللي تيتعرضوا لها ولادنا، لان المشاكل راها متعدده. باش القدرة باش نقري وليداتنا ب 10 مليون و 20 مليون، فهمتي؟ راه حنا قلنا الكرة ماشي هذا هو الإشكال، الإشكال هو الكلفة الرسوم ديال التسجيل تما، فهمتي؟ حنا علاش كنطالبوا هنا بهذيك؟ علاش حنا الله غالب؟ راه الأزمة اللي حنا جينا اليوم بهذه الوقفة هذه باش نذكروا السيد الوزير التعليم العالي بالرسالة اللي حطيناها في 31 مارس، وكنتسناو لا ريبونس ديالو، وكانوا وعدونا بانهم غادي في اقرب وقت غادي يتم الاعلان على تسجيل الطلبه ووضع الملفات في الوزاره باش يعرفوا العدد اللي كاين والتخصصات اون ديتاي. مالوغوزمون لحد الان مازال ما كاين حتى شي اجراء، الوقت هو كيفوت. حنا دابا في اخر السنه، يعني الطلبه ديالنا مازال ما عارفينش المصير ديالهم، وهما كما كتعرفوا في حاله نفسيه يرثى لها. دونك من هذه المنصه هذه كنطالبوا بالسيد الوزير انه يتم الاسراع ديال الاعلان عن الاجراءات اللي تاخذوها، وكذلك فتح حوار مع الاباء والطلبه ديال اوكرانيا، وتكون الوضوح وتكون الشفافيه باش نعرفوا المصير ديال وليداتنا، ونعرفوا اشنو الاجراءات اللي يمكننا نديرو، لان وليداتنا ما خصهمش يضيعوا. وهما كان جا على لسان ديال السيد الوزير ديال التعليم العالي وعلى السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومه بانهم ما غادي يتخلاوش على وليداتنا وما غاديش يضيعوا وليداتنا. وكان من هنا كنذكروهم وكنطالبوهم بالاسراع بالاعلان على الاجراءات اللي تاخذوها. ومن هذا المنبر هذا نوجه رساله الى السيد الى صاحب الجلاله السده العاليه بالله بانه يعطي الاوامر ديالو، والكشف على هذا التعتم اللي كاين والاسراع بالاجراءات اللي يتاخذوها بالنسبه للطلبه. وليداتنا تيفكروا ما بقاوش مرتاحين، تبقى لهم في الضمير تاعهم تيفكروا في الموسم الدراسي الجاي. حاليا درنا مراسلات، اقولها واكررها، درنا المراسله الاولى في 27/3 الى السيد معالي وزير التعليم العالي عن طريق البريد الالكتروني وما جاوبناش. درنا المراسله الثانيه، جينا حطيناها في كتاب الضب في 11/3، حاليا ما كاينش جواب. دخلنا دابا قال لك اسيدي الديوان تيرفض يستقبل اي واحد. فيما يخص التداريب في المعاهد ديال الدولة المغربية، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المعاهد ديال المهندسين والمهندسين المعماريين، حنا كنطالبوا من هذا المنبر باش الوزارة تاخذ قرار رسمي، لأن كاين مجموعة ديال المدن ما قبلوش الدراري يديروا التداريب. كاين مسألة التدريب وكاين الأشغال التطبيقية. الاشغال التطبيقيه راها ضروريه للسنوات الاخرى ديال الطلبه، لان اذا تكلمت على سنوات الطب الرابعه والخامسه والسادسه خصهم اشغال تطبيقيه، كيقرا الدرس يدرس وكيمشي يدير التطبيق ديالو، هو جاري به العمل حتى هنا في المغرب. الدراري هما حاليا كيقراو، كاين البعض كيقرا يعني عن بعد، ولكن ما كيكملش الدرس ديالو التطبيقي. فنناشد الوزاره باش تاخذ قرار في هذا الصداد، باش وليداتنا في حيت يمشيو لهاد المؤسسات ما يلقاوش الرفض، يعني يكون قرار رسمي ديال الدوله.
انا تنقول المهندسين والمهندسين الطوبوغرافيا والاطباء جميعا وجميع المستويات يكون قرار رسمي ديال الدوله باش تستقبلهم هاد المؤسسات ويمارسوا النشاط ديالهم عادي يديروا التدريب ديالهم الى جانب الاخوان ديالهم بدون اشكال. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.